ما هي الأسباب الحقيقية وراء هذه الاحتجاجات المتواصلة؟ هل يتعلق الأمر بمطالب اجتماعية فقط؟ هل هناك مطالب سياسية موجودة اليوم على ألسن هؤلاء المحتجين؟ أعتقد الأخت جوهرة، وتحية إليك ولضيوفك الكرام، أعتقد أن هذا الغليان وهذا الاحتقان الذي تشهده مخيمات الذل والعار بجنوب الجزائر على التراب الجزائري وبإعاز من النظام الحاكم الجزائري هي مطالب تختزل مطالب سياسية بالأساس، وكذلك مطالب اجتماعية مطالبة بالتخلص ووضع القيادة الحالية قيادة البوليزاريو في أمر الواقع المتعلق بمعرفة الساكنة للخطوات التي تقدم عليها هذه القيادة من حملة القمع والذي تواجه به الحركات الاحتجاجية. بطبيعة الحال القيادة هي موالية للجزائر وتأتمر بأوامر النظام الجزائري، وبالتالي هذه المظاهرات التي يقوم بها اللاجئون وكذلك المحتجزون احتجاجا أولا على تردي الأوضاع الاجتماعية، وكذلك نتيجة لحملات القمع وكذلك الاعتقالات والتعنيف، وهذا التعنيف الذي تقوم به ميليشيات البوليزاريو هو ما يزيد الأوضاع تأزم وكذلك يؤدي إلى تردي هذه الأوضاع بطبيعة الحال نتيجة هذا القمع المستمر، نتيجة الحملات حملات الاعتقالات والتي هي حملات واسعة، دون أن ننسى أيضا بأن هؤلاء السكان هم يعيشون في أوضاع أقل ما يمكن أن يقال عليها بأنها أوضاع لا تليق بالإنسان، أوضاع مزرية تتعلق بغياب أدنى شروط العيش الكريم، اعتبارا أولا للخلافات المتزايدة وهي خلافات موجودة ما بين القيادات، هذه القيادات هي هارمة متحكمة في زمام الأمور موالية بطبيعة الحال للنظام الجزائري، وكل من يقول غير ذلك فمصيره هو التصفية، هو الاعتقال، هو النفي، هو المعاملة الحاطة من الكرامة. وبالتالي هناك أيضا مطالب لطالما يرفعها الشباب القاطن بمخيمة تيندوف ليطالب بتحسين الأوضاع المعيشية في معرفة لكون هناك أسباب راجعة تتعلق أساسا باستحواذ القيادة الحالية على كل المساعدات التي يتم تلقيها، وبالتالي هذا الأمر يجعل الساكنة تعاني كثيرا بشباب كما قلت غياب أبسط الخدمات الاجتماعية خاصة ما يتعلق بالماء الصالح للشرب، وكذلك الأمور المتعلقة بتوفر المواد الغذائية، وهذا أمر كذلك راجع أخت جوهرة إلى إمعان عصابة الرابوني عصابة البوليزاريو وكذلك أجهزتها القمعية في ترهيب الصحراويين ومحاولة إسكات كل الأصوات التي بإمكانها أن تقول كلمة تطالب بالعودة إلى الوطن الأم أو بتحقيق إمكانية الاختيار. وبالتالي فإن مخيمة تيندوف هي مخيمة تشهد حالة من عدم الاستقرار غير المسبوق في ظل تنامي الرفض الشعبي لقيادة إبراهيم غالي، وهو ما يتجسد أحيانا في مهاجمة ما يسمى اليوم بدرك البوليزاريو والموجود بالمخيمات في انصهار وفي تجاوز وفي عدم اعتراف بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا.